موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك. هذا يا شباب لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين وفعلوا زر التنبيهات. اهم شيء ترى اغلب اللي يشوفوا المقاطع ما اشتركوا، فتكفون يعني اشتركوا. اذا انت تشوف المقاطع كلها يا اخي اشترك والله جد. خلونا نوصل 800,000 اقرب وقت. ولا تنسون يبغى يشتري اعراض ماركت ليج اكسشينج، رابط فلوس كريدت عنده مرخص من اللعبه. فيا ليت يا ليت اذا بتشتري اشتري ماركت ليج اكسشينج، رابط فلوس ارخص من اللعبه. فوق كذا في كود خصم في اس ال يخصم لك 3%. اذا بتشتري من الايتم شوب حط كود في اس ال وبس. قناتي الثانيه حقت شورتس مقاطع قصيره تحت فلوس. اللي ما يدري قلبت قناتي رياكشن الثانيه الى قناه شورتس اللي هي مقاطع قصيره. فخلونا نوصل 100,000 اقرب وقت. خلونا نبدا في مقطع اليوم. نشتري السياره معك حاليا، حط كود في اس ال معكم. الكود جدا جدا يعني للكثير، سواء شريت ولا ما شريت. هو اذا شريت راح يفيدني، لكن حطه يمكن يوم الايام تشتري. ترى كل 14 يوم يروح. حاليا ما في الا 200 واحد بس يشوف المقطع فوق 30,000. حرام يعني، ما نبغى المقطع الجاي نقول شكرا على 1000 داعم في الايتم شوب. يعني ودي والله ودي نروح على 007. بسم الله، والله السياره فخمه كلاسيكيه جامده خرافيه. طبعا نشتري بكود في اس ال. اوكي بسم الله، شرينا السياره حلابي. هات هات السياره، هات السياره. عاد لو تجي لون اسود اوف والله بتصير خرافيه. ما اتوقع انها بتجي اسود. والله ديم يا شيخ، ما في الا لون واحد، شوف كيف. طيب ابغى اللون الثاني، يعني مره اسود مره رصاصي. والله بيني وبينكم رصاصي فخم يعني، شوفوا كيف. طيب نبدا برصاصي وجيم كذا جيم كذا نشوف. خش لي على الكوم يا ابوي. طبعا من زمان ما لعب، من زمان مره، وهذا حساب من الصفر مو بحساب الاساسي. فالرانك يعني حلقه من الصفر الاخيره هذا نفس الرانك، فهمتوا؟ يا رب يا كريم، يا رب يا كريم ان نقدر نسوي شيء يا رب. خوي خش تكفى. ايوه ينفك، سلم لي على اوب. نايس شوت، والله نايس شوت، والله فيك الاثنين. يا ساتر يا ساتر، نايس شوت. قوي ثانية، نايس شوت. كلوز 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 ون. اه تحمس تحمس. ها ايش في؟ قريت باس، بس ليش قاعد يطير زي كذا؟ يعني كان يمدي ما يتفنن وخلاص جول على طول. كبيدة قوي لك. اوكي يا ساتر، خوينا تقبط يا اخي. اوكي يلعب خوينا بس الفيكات حقته مبنى فعدنا والله. قاعد فيك على اي شيء، حرفيا فيك على اي شيء. يا ساتر، هذا البوست اللي عندهم. خلص البوستات بس، امشي خلص البوستات. يا الله قريت باس، والله قريت باس. ترى خليت كور على بالي ان خوينا يعني بيكمل معي، بس خوينا رجع ورا عشان كذا وقفت. اول جيم وبشر بالخير. كنت ابغى اصدمه وافجره بس لم تزبط. تكفى خوي مو موجود. اوكي خوي ما ادري وينك والله، بس اوكي تكفى. ايوه لا قالك كلوز، والله كلوز، والله العظيم جالدين وبجلد يا عيال بشكل. روح نايس شوت نايس شوت نايس والله. لان رصاصي توفقنا فيه، فاشوف الجيم الجاي. كني قاعد اتكلم انا، طيب خلوني اخلص كلامي بعدين اسوي فورفيت. والله نايس. انا السياره غريبه وثقيله بس مش بطاله. اختار الحين اللون الاسود ونشوف كيف تطلع معنا. طبعا ما ادري هل بالباكس مود ولا بدون باكس مود يطلع لك لون اسود، بس غالبا لاني مشغل باكس مود غالبا. سوي كذا وخلاص حبيبي يا جيمس بون. توقعت انه بيبلك وخوينا بلك معه. نايس شوت نايس شوت. يبغاني افيك بس ما تفيكت. والقم يا خوي، القم اسيست. كلوز كلوز 1 كلوز 1 لك يا خوي، دام بعدها والله لك. جي جي خلاص بلك، والله بلك. عليه ما عليه ما عليه يا خوي ما عليه. ايه جيمس بوند هنا، اقول لك لا تصدم مره ثانيه. ولا باقي هذا ما صدم. ماي فول سوري، والله سوري يا خوي. زرفت بغيت اقول قتله، زرفت هذا. كانت حلوه يعني، كان بيطقها الثاني اصلا. يا ساتر وانت سيف والله. يو حرام لو معي فوز بس. امشي 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 خوي خوي خوي، انا كداعي كذا تسحب علي. ها معي فوز وقاعد اقاتل على الكوره. يا ساتر الشوت. جيمس بوند از هير. يا ساتر الفلكات.
حرام 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 والله كنت ناوي اصدمه بس سجلت. المشكله الفرق هدف واحد. يا حرام 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 ما تجي ناس شوت تشه شو كله متعلقين في العارض. شوف اللحظه هذه ولا كملت دبلك طعم القهر والله قهر. لا ما يفوز والله ناسف والله كانت النية اني ابغى يشوت فيني والله ولا كان مديني على طول اشوت بس فلسفه. يلا لك ناس شوت والله قاعد اضبطك. قلوا على خويا واتساب يلا يجي والبلاي والله ما قصرنا والله. تقييم شوتاتها شيء مو طبيعي يعني تقييم شوتاتها 9 من 10 جد جد خرافية شوتاتها. اي شوتة كذا تصير خرافية. اقفاوي الله نشت والله نشت ان شاء الله هدف وبيصدها هين بس وات نشت والله العظيم جرت به. يا ساتر شوف حتى رقع هناك والله عطاس تخوينا. اوكي كلوز ون والله العظيم ما ادري ايش صار بس اوكي كويس اني لقطتها اللحظه. الحمد لله يا ربي الحمد لله. امشي قهر ان شاء الله هدف. الله جحفله يا ابوي جحفله يا ابوي الله انحطت حط فورفيت جيمس بوند يصير نايس. لون رصاصي توفقنا فيه وما خسرنا ولا خساره فيه الحمد لله. كنت احس بهذا الجيم بيصير خساره بس تداركنا ان شاء الله هدف نايس. انشب زي كذا انشب تكفى. اوكي يلا روح مو بجايبها احس يعني والله العظيم حلوة مرة حلوة مرة حلوة ولو ما تجي بغيت تجي بالعارضة. يا الله والله العظيم الحمد لله معي بوست 17 هذا خلاني ادف نفسي شوية يعني. ان شاء الله هدف نايس كان مصدم خوية شكرا الله صدم خوية تو طالع تو مرسمن ولا عند البوست ولا ايش. اللاق لا 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 والله اللاق مو بوقته كانت حلوة بلقت بس خوينا هجت فيه. يا ساتر جريت باس جريت باس ما عليه خوي ما عليه. شفت كيف اصير باك اب معك مو بزي الحجمة ذيك اللي جلطتي فيها الله يهديك. واي قفر تيربو هذا عبد البوست. اوكي انا احس انه جاب العيد مرة جاب العيد. او ماي جاد طلع الله ياخذه باقي 7 ثواني يا القهر. والله ما يكون اخر جيم زي كذا اقسم بالله. جيم مأساوي ذا جيم مأساوي اللي معي ما سوى ولا شيء حرفيا اقسم بالله. ما جايب ام العيد بس هذا اللي فالح فيه. انا المفروض اني ابلك بس انا اخر واحد جبت العيد فغلطي مره غلطي. وتوقعت هنا توقعت في اللحظه انه مو بجايبها لانه سريع من الجدار بسرعه يعني مو بجايبها بس جاب العيد. طيب الحين يمديك ولا لا؟ اوكي نو بروبلم نو بروبلم. توقعت الثانيه ذي والله يمديه توقعت يمديه مره. لا لا ما تسجلها امشي هي اشوى على بالي بسجلها بعد. نايس شوت قولك نايس ما ادري هو كان ناويها بس نفس الهدف اللي جبته قبل شوي فما تنط معي يا اخي. ايش فيهم العالم كذا؟ لا تكفى يمديك خوي. جاب لي خوينا بعد. اسمع لي ما لي امشي انه بعد على المرمى هذا افضل شيء. الله العظيم ادري ايش صار. ايش صار؟ هذا بلوك جيمس بوند الاسم يكفي. نو بروبلم كلوز ون كلوز ون. لازم ما نخلص بوستنا كامل عشان كذا سوي كذا. ينسحبون ينسحبون. يلا 1 2 3 افا البوست ناخذه بس. اوكي خوي الحمد لله انا مو بهدف الحمد لله. الله يا خوي لا انا اسف يعني بس ما ضمنت. اوكي اشطفها والله هذه لعبتها صح والله اني لعبتها صح كلهم طلعوا كلهم طلعوا يا ابوي. اوب
سي دي والبلاي. استمتعنا والله استمتعنا يا جيمس بوند. استمتعتوا؟ اذا استمتعتوا لايك اشتراك فعل زر دبليو وبس. هاي كان مقطع اليوم. لا تنسون اللي بيشتري السياره قيمها قيمه 8.5 تقريبا يعني. المشكله الوحيده انها تحس انها ثقيله، فيها ثقل. الباقي كويس، مزعاتها كويسه، الطيران فيها صعب شوي لانها زي نيسان وزي دومينوز، لكن مش بطاله والله مش بطاله. توقعتها اسوء للامانه، مع انها سياره كلاسيكيه بس صارت حلوه. يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله. سلام.